This I have in front of me. Aqa'id Ahl Sunnah. Al-Muhannad al-Mufannad. This is written by Allama Khali Ahmad Sarampuri. The same person who's written the outstanding commentary on Abu Dawood. He has written the official Aqidah of Ulama of Deoband. Official Aqidah. And this Aqidah has been signed over 20 scholars of Saudi, Masjid Haram and Masjid Nabawi. Great teachers, great a'imma of these two places have signed this creed and have said that this creed of the ulama of Deoband is according to the Quran and Sunnah and is according to Ahl Sunnah wal Jama'ah. يقول السائل هل فرقة التبليغ من أهل السنة؟ ليسوا من أهل السنة بل هي فرقة صوفية تبايع على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية وهي فرقة تعنى بالقبور وتتعلق بالقبور ويزعمون في كتاب تبليغ نصاب وفي كتاب فيض الباري وفي كتاب المهند على المفند أو المفند على المهند يزعمون أن الكعبة تذهب وتزور الأولياء في أماكنهم ويزعمون أن أولئك الزعماء الذين ينتمون إليهم الآن في منزلة معينة ويجوز التوسل بهم والتعلق بهم من دون الله تبارك وتعالى ثم هم لا يفرقون بين حديث صحيح وموضوع ومكذوب ومختلق ثم هم أيضا لا يدعون إلى التوحيد بل يحذرون من الدعوة إلى التوحيد ويزعمون أنه يفرق الأمة ثم هم أيضا يرددون الأحاديث المختلقة والموضوعة ثم هم أيضا لا يعلمون الناس العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة ثم هم أيضا يبنون كثيرا من أمورهم على الرؤى والمنامات والخرافات والأحلام أحلام المنامات وأحلام اليقظة والكرامات المزعومة وهذا مليء قد امتلأت به كتبهم ولا والأمر واضح ولم يعد يعني الأمر خفيا على من عنده عقل أو من عنده اهتمام بالسنة وعلومها وبهدي القرآن والسنة ثم شيء آخر وهو أن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون